الأسود والنمور والببر كلهم من أقوى المفترسات حالياً، وكمان منتشرين في أغلب الكوكب. القطط الكبيرة متوزعة جغرافياً على نطاق واسع، مثلاً الأسود والنمور موجودين في أفريقيا، الببر في الهند وسيبيريا، الجاغوار في أمريكا الوسطى والجنوبية، النمور الملطخة ونمور الثلوج في منتصف وغرب آسيا. انتشار وتنوع كبير، ودي العائلة واحدة بس من السنوريات، عائلة النمرية. في الحلقة النهاردة هنرجع بالزمن لأقدم القطط المعروفة ونتعرف على شجرة عائلة السنوريات. هنتكلم عن القطط ذات الأسنان السيفية وعلاقتها بالقطط الكبيرة، وهنشوف إيه أول المناطق اللي استوطنتها فصيلة النمرية. فمن غير كلام كتير، جهز مشروبك المفضل ويلا بينا. قصة القطط بتبدأ من حوالي 30 مليون سنة خلال فترة الأولوجوسين، وعلى عكس القطط الكبيرة اللي بنشوفها حالياً، أقدم القطط المعروفة بروايلوريس كانت بتتميز بديل طويل وجسم منخفض، بالإضافة إلى حجم صغير، بنتكلم في وزن حوالي 10 كيلو، يعني متشابهة لأحجام القطط الأليفة الحالية. النوع ده من القطط انتشر وغزا القارات بسرعة كبيرة، وعلى الرغم من صغرهم في الحجم إلا أنهم كانوا ناجحين جداً في الاصطياد. دول كمان استغلوا الصغر في الحجم في أسلوب حياة ما بين الأشجار والاصطياد وسط الأعشاب. نظام غذائي كان بيعتمد على الثدييات الصغيرة بالإضافة للطيور، وفي بعض الاقتراحات العلمية بتقول إن برويلوريس برضو كان بيتغذى على أنواع معينة من النباتات. بس أكتر حاجات اللي بجدها مدهشة إنه متشابه جداً مع حيوان الفوسة، متشابه معاه في أسلوب الحياة وكمان الشكل، يعني الفوسة بيتسلق الأشجار وبرضو بيصطاد وسط الأعشاب، وكمان هما الاثنين متشابهين في الفك. لكن الفوسة بيصنف من عائلة الفلونوكيات مش من السونوريات، ودي عائلة أقرب للضباع والنمسيات. وبعد ما هيمن برويلوريس من فترة ما بين 30 مليون سنة إلى 25 مليون سنة انقرض بشكل غامض، وما كانش فيه أي حفرية بتربط ما بينه وباقي فصيلة القطط لمدة كبيرة جدا تتخطى 7 مليون سنة، لدرجة إن العلماء سموها بفجوة القط أو كاد جاب. لكن في نوع تاني بيسمى سودا إيلوريس أنهى الفجوة دي، وبيعتبر خليفة للبرويلوريس. القط ده عاش في أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية من حوالي 18 مليون سنة خلال عصر الميوسين، وبيعتبر جد للقطط الكبيرة وللفهود وأيضاً القطط ذات الأسنان السيفية. ونظراً إن حجم سودا إيلوريس كان أكبر شوية من برويلوريس، يعني حوالي 30 كيلو جرام، من المتوقع أنه انتقل لأنواع أكبر من الفرائس، وده شيء طبيعي لأن الثدييات خلال الميوسين ابتدت تكبر في الحجم. لكن برضو 30 كيلو جرام مش بيعتبر رقم بالنسبة للأنواع القادمة، فمن المرجح أنه كان برضو متسلق للأشجار زي برويلوريس. ومن القط سودا إيلوريس تفرعت شجرة السنوريات لكذا فصيلة مختلفة. إحنا عارفين حالياً أن في حوالي 41 نوع مختلف من السنوريات، بس دي الأنواع الحالية. في فصائل كتير ظهرت في السجل الأحفوري لكنها انقرضت. وللتذكير، عائلة السنوريات بتنقسم لثلاثة أسر: عائلة السنوروات، ودي عائلة بتضم الفهد وأسد الجبال والوشق وغيرهم من القطط المتوسطة في الحجم، والعائلة الثانية عائلة النمرية اللي بتضم الأسد والببر والنمر والجاجور ونمر الثلوج، ودول أهم القطط الكبيرة. والعائلة الثالثة هي القطط ذات الأسنان السيفية اللي بتضم فصائل معروفة زي السميلادون وهوموثيريوم وميجانثيريوم. طبعا الفصائل دي انقرضت تماما، وعلشان سودا إيلوريس تنوع في مناطق تعيشه ده ظهر في فصيلة النمرية. زي ما ذكرنا في بداية الحلقة انهم متوزعين على نطاق جيوغرافي واسع. وعلشان نرجع لأول القطط اللي تفرعت منهم فصيلة النمرية، الأمر مش هيكون سهل أبدا، لأن حفريات القطط الكبيرة نادرة جدا، ده بخلاف انها متشابهة. يعني لو بصينا على الخمس حفريات دول هنجدهم متشابهين لدرجة كبيرة، الاختلاف الوحيد هو الحجم. فممكن العلماء يلاقوا حفريات متنوعة ويعتقدوا انها لأنواع مختلفة، لكن يتضح في الآخر انهم لنفس الفصيلة، وده منطقي لحد كبير، لأن زي ما قلنا الحفريات نادرة، ولو تواجدت صعب يكون لهيكل كامل، هي بس بتكون أجزاء مختلفة من الهيكل. فالأمر بيتطلب خبرة كبيرة جداً علشان يقدر العالم يعرف الجزء ده من الهيكل بينتمي لأي فصيلة، وهنا معدل الخطأ البشري بيبقى كبير. وعلشان كده سلالة القطط الكبيرة المنقرضة اللي أتى منها أنواع النمرية الحالية بتسمى سلالة الأشباح أو الجوست لينيج. صحيح إحنا عارفين حيوانات زي أسد الكهوف والأسد الأمريكي،
لكن دول أجداد الأسود الحالية مش أكتر، يعني ما نقدرش نعتبرهم أول فصائل النمرية. وممكن حد يقول لي طب في القطط ذات الأسنان السيفية، مش ممكن دي تكون هي أول القطط الكبيرة؟ بص، في الحقيقة عزيزي المشاهد هي فعلا تاريخها أقدم من تاريخ فصيلة بانثيرا أو النمرية اللي بيجي منها الأسود والنمور، لأن الفصيلة ديت عاشت في أواخر الميوسين من 11 مليون سنة، والقطط ذات الأسنان السيفية عاشت في وسط الميوسين من 15 مليون سنة. بس الفكرة إن الفصيلة دي لا تعتبر من القطط الصريحة، هم عائلة فرعية من السونوريات، فما نقدرش نقول إنهم الفصيلة الأولى للنمرية. لكن لو بصينا على السجل الأحفوري لأهم القطط الكبيرة، هنجد إن الأسود والنمور عاشوا قبل 2 مليون سنة في تنزانيا، والجاجوار عاش قبل 1.5 مليون سنة في أمريكا الشمالية، ونمر الثلوج عاش في باكستان قبل 1.4 مليون سنة. ولو هنرجع لحفريات أقدم من كده، هنجد حفرية تواجدت برضو في تنزانيا من 3.5 مليون سنة، حفرية لهيكل غير مكتمل مشابهة للأسود. ده في كمان بعض العلماء بيتوقعوا إنها حفرية لجنس الأسود بانثيرا ليو، بس زي ما قلنا صعب جدا نعرف من خلال النظر لشكل الحفرية، فعلشان كده العلماء انتقلوا لعلم الجينات، لجأوا المصطلح الساعة الجزيئية، وده مفهوم في علم أحياء الجزيئات وعلم الوراثة، بيساعد العلماء في تحديد وقت حصول الطفرات الجينية حتى لو بشكل مبدئي، علشان نقدر نوصل لأقدم فصيلة تفرع منها باقي الفصائل. وبتعمل كل طفرة كنبضة زمنية في الساعة، بس لازم تحصل عملية معايرة علشان نتأكد من صحة النتائج، والعملية دي مش هتتم غير بوجود عينة محفوظة معروف تاريخها ونوعها المحدد. ولو سألتك يا عزيزي المشاهد ممكن نلاقي عينة بالمواصفات دي فين؟ غالبا هتكون إجابتك هي قارة إفريقيا، لأننا وجدنا حفريات لأسود ونمور كتير هناك. في الحقيقة ده تفكير منطقي، العلماء قعدوا فترة طويلة يدوروا على حفريات في إفريقيا وبالأخص في تنزانيا، وفعلا احنا لقينا حفرية في مقاطعة لوتيلي مشابهة للأسود، الحفرية اللي بترجع ل 3.5 مليون سنة، بس دي مجرد حفرية أنياب، فصعب جدا نحدد نوع الفصيلة. ولكن بعد سنين من البحث اتضح للعلماء انهم كانوا بيبحثوا في المكان الغلط. في 2010 وجدنا فصيلة جديدة عاشت في جبال الهيمالايا من 6 مليون سنة تحت مسمى بانثيرا بليثيه، ودي أقدم الأنواع المعروفة من جنس النمرية. بس الفكرة إن بانثيرا بليثيه مش هو الجد الأصلي، لأن كل الأدلة بتقول إن أسلاف النمرية ظهروا من 11 مليون سنة. أدلة اتجمعت من مقارنات للأحماض النووية للسنوريات الحالية مع حيوانات زي أسد الكهوف والأسد الأمريكي بالإضافة لبانثيرا بليثيه. كل المعلومات بتوضح إن فصيلة بانثيرا ظهرت لأول مرة في آسيا الوسطى من حوالي 11 مليون سنة. بس الفكرة إن في فجوة كبيرة ما بين أقدم القطط المعروفة بانثيرا بليثيه من 6 مليون سنة وأقدم القطط الفعلية من 11 مليون سنة، فجوة تتخطى 5 مليون سنة بدون معرفة أي فصائل بتربط ما بين القطط المنقرضة المكتشفة والأصل الفعلي. فعلشان كده تم تسمية سلالة النمرية بسلالة الأشباح، لأننا مش عارفين مين الأجداد الفعلية ليهم. يعني أنت عايز تقول لي يا جيو إن أسلاف القطط الكبيرة هم أشباح؟ مش عارف يا زلمة مشاهد، انت لما قلتها بالطريقة دي حسيت ان الموضوع غريب، بس ده مصطلح حطوه العلماء لحد ما نجد حفريات تسد الفراغ ده. وطبعا ما ينفعش نتكلم عن جنس النمرية من غير ما نذكر ابرز الانواع المنقرضة. يعني عندنا من اقدم الانواع المعروفة من الببر هو بانثيراس دانيسكي او ببر لونج دان. الفصيلة دي اكتشفت في مقاطعة كانسو في شمال غرب الصين، وكان بيختلف عن الببر الحاري في نقطتين: اولا كانت عينه ضيقة، وثانياً قبل أي قتال كان بينحني علشان يحترم المنافس اللي قدامه. كده يعني أنت دمك خفيف يا جيو، ده تنمر على فكرة. آسف يا عزيزي المشاهد ما قدرت شكوب، بعتذر لكل المشاهدين الآسيويين. بعيداً يعني عن الهزار، هو فعلاً كان قريب للبابر الحالي، لأن الحمد لله لقينا حفريات شبه كاملة للجمجمة. الحفرية دي ساعدتنا كتير في فهم طبيعة البابر ده، ومن المرجح إن حجمه كان مقارب للجاجوار الحالي بوزن حوالي 160 كيلو جرام. والجدير بالذكر أنه عاش قبل 2.5 مليون سنة، والفترة طويلة اعتقد العلماء أنه أقدم فصائل النمرية. لكن طبعاً بانثيرا بليثيه جد نمور الثلوج هو اللي أخذ اللقب. ولو رجعنا قبل 2 مليون سنة هنتعرف على الجاجوار الأوروبي، وده جنس منقرض من النمرية بيعتقد العلماء أنه جد للجاجوار الأمريكي الحالي، على الرغم أنه كان من المفترسات المتوسطة في الحجم عكس الجاجوار الموجود في غابات الأمازون. ولما نتقدم أكتر في الوقت
يعني قبل 500 ألف سنة، هنجد جنس بانثيرا سبيلي أو المعروف بأسد الكهوف. وطبعاً إحنا اتكلمنا كتير قوي عنه في القناة، خصوصاً في حلقات العصور الجليدية. العينات المتوفرة للأسد ده محفوظة بشكل ممتاز، في عينات موجودة لأشبال أسود كهوف محتفظة بالفرو وأعضاء الجسم، ودراسة عينات زي دي عرفتنا معلومات كتير عن أسد الكهوف. الأسد ده لو في مجموعات كان قادر على اصطياد حيوانات عملاقة مثل الماموس، لأنه كان مفترس سريع بيتميز بفك فتاك، وأيضا وزنه مقارب للأسد الأفريقي الحالي بوزن يتراوح من 250 إلى 350 كيلوغرام. واعتبروا العلماء أقوى مفترسات العصور الجليدية، متخطيا السيميلادون المرعب. وبما إن إحنا ذكرنا السيميلادون، عايزين نجاوب على سؤال: ما هي العلاقة ما بين القطط ذات الأسنان السيفية وجنس بانثيرا أو النمرية؟ ذوات الأسنان السيفية هي مجموعة من المفترسات تميزت بأنياب ضخمة في الفك العلوي، عادة بتستخدم في الطعن لتسبب النزيف الحاد. الفكرة إن في فصائل كتير تميزت بالأنياب المذهلة دي. أهم عائلتين هم عائلة نمريفيدي وعائلة ميكيرودونتني. العائلتين دول بيطلق عليهم عائلة القطط ذات الأسنان السيفية، لكن في فرق ضخم ما بينهم. وعلشان نعرف الفرق، عايزين نروح لعائلة من الثدييات بتسمى سنوريات الشكل. العائلة دي بتنقسم لعائلتين كبار، فرع منهم بيروح لعائلة النمريفيدي، وفرع تاني بيروح لعائلة بتسمى عائلة تاج السنوريات. عائلة تاج السنوريات بتنقسم لفروع كتير بتيجي منها الزبديات، النمسيات، الفلونوكيات، والضبعيات، وأخيراً السنوريات. ولو مسكنا السنوريات هنرجع للتقسيمة الأولى اللي كانت في أول الحلقة، السنوروات والنمرية وعائلة ميكيرودونتني المعروفة بالقطط ذات الأسنان السيفية. وبكده العلماء صنفوا النمريفيدي على إنها عائلة كبيرة من القطط ذات الأسنان السيفية الكاذبة، وصنفوا عائلة ميكيرودونتني على إنها عائلة فرعية من عائلة السنوريات، وتم تسميتهم بالقطط ذات الأسنان السيفية الفعلية. عائلة النمريفيدي ظهرت خلال الإيوسين من حوالي 37 مليون سنة، وضمت أنواع معروفة زي هوبولوفينس وباربورافيلس ونمريفيس، وده كان من أوائل الأفراد المكتشفة، فعشان كده تسمت العائلة نمريفيدي نسبة لنمريفيس. واختلفت الأنواع ديت عن الميكيرودونتتي في الأنياب العلوية، كانت أصغر وأكثر مخروطية من ذوات الأسنان السيفية الحقيقية، فعشان كده اتسموا أسنان السيف الكاذبة. العائلة دي تنوعت في الأحجام والأشكال، كان بعضهم بحجم البابر الحالي والبعض الآخر بحجم الأسود والنمور. ومن حيث الأشكال كان في أنواع متشابهة لعائلة الميكيرودونتتي، وأنواع بوجه أقصر وجمجمة مستديرة زي الفهود الحالية. وعاشت المفترسات دي في الغابات المفتوحة خلال الإيوسين، ومن الواضح إن النمريفيدي ازدهروا في البيئة دي جداً، وبفضل الاتصال اللي كان ما بين أمريكا الشمالية وآسيا وبعض الجسور البرية الأخرى، عرفت تتنوع وتنتشر هذه المفترسات في القارات المختلفة. أما عائلة الميكيرودونتتي فدي العائلة الفعلية اللي بتمثل القطط ذات الأسنان السيفية، اللي أغلب الناس عرفوها من خلال السيميلادون بأنواعه الثلاثة، اللي عاش في الأمريكتين وتميز بأنياب عملاقة تراوحت من 17 ل 20 سنتي. والفرق الواضح ما بينه وما بين عائلة النمرية غير أنه ظهر في الأنياب، كان برضو بيظهر في أسلوب الاصطياد. القطط ذات الأسنان السيفية تكيفوا على الاصطياد اللي اعتمد على الطعن العميق في الفرائس العملاقة اللي زي الماستودون لتعطيل سرعة الفريسة، عكس القطط الكبيرة الحالية اللي تميزوا بأسنان أكثر كفاءة وحدة، مصممة أكثر لتمزيق اللحم بدلاً من اختراقه. الاستراتيجية بتاعتهم ركزت أكتر على السرعة والقدرة على التحمل بدلا من نصب الكمائن والطعم. وعلى الرغم من الفصلتين دول من القطط النمرية والميكيرودونتتي بيشتركوا في نفس شجرة العيلة، إلا إنهم انفصلوا من ملايين السنين لعائلتين فرعيتين، وده كان السبب في التكيفات المختلفة اللي لجأوا ليها. وبكده نكون وضحنا الفرق ما بين القطط الكبيرة والقطط ذات الأسنان السيفية والقطط ذات الأسنان السيفية الكاذبة. لكن كان في بعض الأخطاء بتنسب عائلة من الجرابيات المفترسة لفصيلة الميكيرودونتتي، وهي عائلة دمعيات الأسنان. والعائلة دي ضمت أنواع معروفة زي ثايلاكوزمليس. وعلى الرغم أنه تشابه في الشكل مع القطط ذات الأسنان السيفية،
إلا أنه في الحقيقة من الجرابيات المرتبطة بالحيوانات أكلة اللحوم الجرابية زي شيطان تسمانيا الحالي. وفي حين أن الجرابيات ديت امتلكت أسنان منحنية طويلة وأسلوب حياة متشابه مع السميلدون، إلا أنه ما كانش فيه أي ارتباط وثيق سواء مع جنس النمرية أو السميلدون. الاعتقاد الخاطئ ده نابع من التشابه في الشكل فقط، لكن هو أتى من سلالة بيولوجية مختلفة تماماً عن القطط ذات الأسنان السيفية. وبكده نكون خلصنا الحلقة الأولى من السلسلة الجديدة أصل الحيوانات. لو الحلقة عجبتكم ما تنسوش اللايك المشجع، ويعني أتمنى لو قدرتوا توصلوا الفيديو دوت ل4000 لايك، وطبعاً ما تنسوش الاشتراك علشان توصل لكم الحلقة التانية اللي هنتكلم فيها عن حيوان الكسلان وأصله الغامض. قناة الأفلام في الوصف، ما تنسوش تتابعونا هناك لأن الحلقة اللي جاية هتكون عن جودزيلا. وبس كده، بشكرك جدا يا عزيزي المشاهد على وقتك. كان معاكم جيو وسلام. طب يا جيو، أنا عندي سؤال، هو الإنسان إمتى استأنس القطط الحالية؟ هل في حفرية بترجع لتاريخ الإنسان والقطط الأليفة؟ في الحقيقة يا عزيزي المشاهد الإجابة في حفرية بالمواصفات دي بالظبط، لكن ده هيبقى موضوع لحلقة مختلفة.